21 الساعه 9:56 دقيقه تم ابلاغ مصالحنا الوحدة التدخلية لمسا ولاية أدرا بحدوث حادث مرور يتم الاصطدام ما بين سيارتين رباعية الدفع. مباشرة بعد ذلك تم إرسال الإسعافات الضرورية إلى المكان. عند وصولها لوحظ أن فيه حاصلة ثقيلة مقدرة ب 17 حالة وفاة وخمسة مجروحين. المجروحين قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان، ثم تم نقلهم إلى المستشفيات من متابعة العلاج. هي يعني الخمسة الجرحى هذوك فيهم يعني عندهم عدة إصابات، لذا كان من اللازم التكفف بهم أولا في عين المكان، ثم بعد ذلك نقلهم إلى مستشفيات.